مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، مقر النادي الأهلي بالجزيرة وقرعة البطولة الأفريقية لكرة اليد رقم 34 بيسعدنا في هذه اللحظات. ينضم لنا طبعا المهندس محمد ضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. النهاردة يمكن زي ما بنقول يوم جديد في تنظيم بطولات النادي الأهلي للخطة الرائعة لتنظيم البطولات خلال الفترة الماضية، كيف ترى السيدات والرجال وتنظيم هذه البطولة والحشد المميز جدا محمد بن نار؟ اولا برحب بهيثم وبرحب بيك. طبعا ان شاء الله نتمنى تكون بطوله قويه، بطولتين عندنا السوبر الاول بعدين عندنا الرجال والسيدات، عندنا مهرجان بطولات زي ما انت قلت من اول الكره الطايره السيدات، وان شاء الله الثلاثة الجايه افتتاح الرجال. شيء جيد، اول مره البطوله تقام في مصر من 29 سنه بطوله الهاندبول، والناس لحد دلوقتي الحمد لله مبسوطين من التنظيم ومن الاجراءات اللي احنا عاملينها، ونتمنى البطوله باذن الله تطلع على خير والاهلي طبعا يفوز بيها. حديث سريع مع المقرر للمسابقات في الاتحاد الافريقي، بكلمه انطباعه ايه؟ اول قال انا يمكن غطيت بطولات افريقيه كتير جدا، الاشاده اللي شافها والحاجات الرائعه اللي شافها والمنشات اللي شافها في النادي الاهلي حاجه رائعه جدا، قال انا عمري ما شفت كده في افريقيا، بينعكس علينا ازاي ده محمد بيه؟ النادي الاهلي طبعا قلعه رياضيه عظيمه في افريقيا، وعندنا الناس اللجان اللي موجوده كلها لجان صاحبه خبره كبيره، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكمل كده لحد اخر البطوله باذن الله. الاهلي والزمالك استاد القاهره، عايزين ناكد على هذا الامر لان طبعا احنا عايزين جمهورنا وجمهور نادي الزمالك والجمهور كله يبقى بشكل عام متواجد، عايزين نتكلم على هذه المباراه الهامه محمد بيه. طبعا مباراه كبيره، و زي ما قلنا ان كان في الامن طلب ان المباراه تقام في استاد القاهره، واحنا وافقنا كلجنه منظمه للبطوله، ان شاء الله يبقى في تفاصيل اكتر خلال الاسبوع الجاي من خلال اللجنه المنظمه للبطوله، ان شاء الله خلال الاسبوع ده نطلع بيان ونبدا نطرح التذاكر للمباراه، وان شاء الله نتمنى فيها التوفيق باذن الله، وان هي تليق بالناديين الكبار والجمهور يطلع باذن الله بشكل كويس. الطايره اسعدتنا في انتظار اليد ان شاء الله. محمد بالضمات رسالتك ايه للسيدات والرجال في البطوله القادمه ان شاء الله؟ لسه الطايره الرجال الاول ان شاء الله، نتمنى باذن الله التوفيق ليهم، وان شاء الله الرجال والسيدات يرفعوا راسنا باذن الله ونشوف حاجه كويسه باذن الله. شكرا يا كريم. كل الشكر والتقدير طبعا للمهندس محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا كمان المهندس محمد الجارح رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. بطوله مميزه ان شاء الله، بنتمنى تنظيميا تكون على قدر طبعا المسؤوليه كعاده النادي الاهلي زي ما شفنا، وبناكد على البطوله الافريقيه الاولى للسيدات، لسه بطوله الرجال للكره الطائره، ثم بطولتين السوبر وكاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد. بنتمنى التوفيق من جديد لكل النادي الاهلي وكل فرق النادي الاهلي المشاركه فيها البطولات القادمه. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، لقاءات خاصه هنا من قرعه البطوله الافريقيه لكره اليد رقم 34. عودة للاستوديو الكابتن عيسى السعيد والكابتن يحيى يوسف. الزميل